مشاهدينا أهلا بكم. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين هدية جديدة، وهي علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا. وبالفعل صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين على القانون رقم 166 لسنة 2022 الخاص بإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به. هذا بالإضافة إلى تقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية. أما عن المستفيدين بهذه العلاوة فهم موظفو الخدمات المدنية، حيث يتم منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون أيضا غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدرها 300 جنيه شهريا. يستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم بحسب الأحوال. المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية أو جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. كذلك أيضا سيتم إعطاء الموظفين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة استثنائية تصرف شهريا من موازنتها الخاصة مقدرها أيضا 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي. وفي حالة انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها من هذه المادة من أجر أساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل العامل للعامل أيا كانت من 300 أو 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزداد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 300 أو 3000 جنيه شهريا عفوا. سيتم أيضا إعطاء أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بقانون رقم 90 لسنة 1995 منحة استثنائية أيضا قيمتها 300 جنيه شهريا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تطبيق هذه الأحكام. هذه كانت مشاهدينا أبرز التفاصيل حول العلاوة أو ما عرفت بالهدية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإلى هنا تنتهي تغطيتنا مشاهدينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة والتابعة.